فهمت الحركة؟ روحوا عند خلا. أقول لك فهمت الحركة؟ رمضان يا حبيب رمضان. ما برمضان الطريق إلى السحور، باركور سهل وقصير لكن تفاصيله جميلة. أهلين، السلام عليكم. اليوم جبت لكم مقطع جديد، اليوم جايب لكم مقطع ما بعربي خاص برمضان. اليوم عندي حوم، وقبل ما نبدأ المقطع الماب في عندي مابين رمضان، لكن اليوم راح العب ماب واحد فقط. اذا شفت انه قصير يمكن احتمال العب الماب الثاني في نفس المقطع، اذا شفت انه مو بيصير احتمال اني العب بعدين الماب الثاني اللي راسلين لي يا شباب اللي مسوي الماب. عموما شكرا شكرا لكل المنتسبين، ما ادري شلون اشكركم اكثر من كذا، لكن شكرا للمنتسبين والله شكرا. ما ادري وش اقول لكم، اي واحد منتسب يا ليت يا ليت يا ليت تنتبه للي اكتب في المنتدى، لاني اكتب في المنتدى الخاص بالمنتسبين اشياء، مثلا تعالوا ديسكورد اسوي لهم رومات خاصه بلعب معهم اشياء زي كذا. في اكثرهم اللي منتسبين ما ينتبهون على هذا الشيء. اليوم راح يكون في 10 دولار لكن ما راح تكون هنا في المقطع، راح تكون في الانستغرام. كيف الطريقه؟ اي واحد يحط كود شوب في اس ال، صور كذا انك حطيت كود شوب في اس ال وارسل لي على الانستغرام، شرط انك تتابعني في الانستغرام في سلوم، واختار واحد من اللي ارسلوا لي صوره حقت انه حط كود شوب حقي، بعطيه 10 دولار كهديه بسيطه مني وشكر لكم يعني. يلا خلينا نبدا الماب. بسم الله. خلصت جلسه انت ولا عاجتك الجلسه؟ الله يعطيك العافيه. طيب قدامك الاكل وذا وكل شيء. قاعد اشرب من البيمتو. اوكي هذا قهوه الله يعطيك العافيه مو بيمتو. والله واضح القهوه شو اسوي يعني. طيب هنا يقول كود الايتم شوب، هذا كود الايتم شوب حق صاحب الماب الانستغرام. وهنا يقول ما في مرحلتين، رقم واحد ايام الطيبين، رقم اثنين الجيل الجديد، فاستمتعوا ايام الطيبين. اوكي بسم الله. اوكي طيب يعني حاط لك هنا يعني باركور تروح تطب كذا على طول، خربت الماب. اما والله اشفين اشفين. طيب الليفل الثاني عشان ما نخرب. ايوه مش حبه حبه. هذا ممكن نبعد اختصر واروح اربعه ولا صح؟ ما يمدي. ما تقدر. اوكي اوكي لو طحنا تحت تصير. بركز. طيب اسمع قبل لا تمشي اصبر، شوف اللي اوكي الحمد لله انك نزلت، شوف اللي تحت، شوف التصميم. والله شوف، اوه توني انت بالفوانيس، شوف كيف يب. هذا اللي يجي في ام بي سي عرفته؟ مخلي يمسك الفانوس. والله جامده اقسم بالله جامده. وهنا حاط فوانيس بعد وتلفزيون، هذا جيل ايام الطيبين. شوف كيف حتى التلفزيون والله ديم. اوكي انزل انزل شوف هنا الجلسه. طيب ليش صرافه البنك هذه؟ بسطه يا غبي. بسطه اوكي حاط لك بس انا ملخ مني على الارض مو على ذا الشيء. وهنا حاط بنزين وسياره وحركات. طيب اتوقع انت نرقى من هنا صح؟ تعبان على التصميم. والله تصميم حلو بسيط مره. ادري سوان اصبر اصبر يمديني اغش. تغش ايش؟ وصلنا هناك تغش الحين. والله شوف يعني في طريقه هنا بجرب. لا والله ما يدي ريسبون ما يفيدش هذا الغش، ممنوع يا شباب. اوكي كيف تقول غش كذا؟ طيب ليش تروح هناك يا غبي؟ تسوي كذا وخلاص. والله غبي. وين رحت انت؟ السيارة على طول. والله شوف يعني، اوكي. بخ. طيب طيب. بغيت تملان. والله بلاش. ليه ذكاء؟ طيب ممكن توقف لي؟ اوه يعني انا من متى وانا موت مفخخ زي كذا؟ من متى؟ لا علمني. رجال ايزي. احس فيها فخخه. شوف فخخه شوف قدامي بس بعده. اوه فهمت الحركه؟ روح عند خذا. اقول لك فهمت الحركه. اوكي ايزي بس تمشي. لا 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 بس تمشي. القم خلصت انا بس شو بس لك زيي انت الحين شلون ما دمجت من الفخخ؟ بس امشي. اوكي يعني تنزل بس نزله على اليسار. اي اي نزله. طيب خلينا نشوف الحين. انا ما ادري ايش قاعد انط. او يمكن ان انت مت في الفخ من البدايه. بس ايزي. اوكي ايوه زي 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 يلقم. طيب وقفني الله يعطيك العافيه يعني سوي خير. انا موقفك انا اموت موت يعني. اوكي موت موت انقهر. يا الله شو هيدا. والله كثير والله اصوات الفخاخ. لا مين؟ مشكلة الحماس يا أخي. وين آخر اثنين؟ باقي زيادة. لا تمزح. والله باقي فوق. رقية. قاعد حيل الرجال. أنا آخر اثنتين. يا الله يا شيخ. خلدني آخر اثنتين ما ينفع. لا تكفى. سلم اصبر خلينا نمشي مع بعض. سلم اصبر اصبر. أنا مت عشانك. مت كفو. نمشي مع بعض نمشي مع بعض.
ها كذا واحد مات ثاني كامل. هاي ما توش عندي الفخ. اما دقيقة دحوم دقيقة، انا طالع عندي الفخ وانك مشيت من فوق وما طلع لك، ما ادري ايش صاير. اما والله هذا اول واحد ضايع. اللي بعده اللي بعده ما طلعت. وخر وخر دحوم. يا القهر. شوف الحين بيكمل. مد امه مت فاخ في كل مكان يا اخي. طيب بس 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 خلني امشي خلني امشي اوكي، ولا تبلك تكفى. نشب يا الله ليش ما يطلع الفخ. ها رح رح طلع. اقسم بالله ما طلع عندي. والله انه ما طلع الفخ. اي والله مو راضي يطلع. في لاك في لاك. غريب غريب الوضع. انا انت عليك فوق اكس ولا مو طالع لك؟ اي البكتلوز طالع. يب انا هناك. يا الله دحوم اللفه انتبه. ها اللي عن الضيقه ما علق فهمت؟ يا ابي بس الناس واحد فوقي. اي انا طلع اللي فوقي الله ياه بليز. شوف اللي على اليمين على اليسار ما طلع عندي. كمل كمل خلاص اعتبر انه طلع. طيب شفته انا يا اخي غريب. ايش الجلتش؟ عشان النت مو جلتش. وين صرت؟ قدامك هنا. اقسم بالله العظيم كنت ابغى اجرب الفخ ذا يا عيال ما طلع لي على اخر واحد. الله ياخذ بليسه. بس بعد شيء قصصه. الله ياخذ بليسه قاعد فيك. لقتك امشي امشي انا خلصت. خلصتها؟ خلصتها. اسمع اخر واحدة بيعلق ما راح يطلع. امشي وانت جالس. امشي وانت جالس اجلس اجلس. اقسم بالله شفت الفخ اللي هنا ما طلع واللي قدامه ما طلع. يمين بالله. ما طلع الحين. يب. اتوقع في فخ على الجنب. يب لا والله مو فخ. الحين ما طلع تشيك بوينت. هذا تشيك بوينت. وات شلون ده؟ اتوقع ما تروح على الاخير صح؟ ايه ما في على الاخير. يب يب ما يحتاج، الجيل الجديد الحين. اوكي. يا اخي تصميم غريب، كيف مفتوح على بعض؟ ايه بس يعني انت لاحظت الفرق ان الجيل القديم والجيل الطيبين والجيل الجديد؟ اللي هو قصدك من التصميم؟ التصاميم. يب 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 يب، خشب ما خشب هذا، واللي قبل البداية ما ضاع. يب. اوه حاطك فوانيس. ديم. ذاك البسطة بدل البقالة. هنا حاط لك جلسات وكنب. سوبر ماركت ها؟ ما شفت بقالة الحين بس. مضبط يعني. انا ليش؟ كلهم مسكرين على بعض لو تلاحظ غلط. اه قصدك مو مفتوحة. مفتوحة. يب لا. شني تحمس. حلو شلاق. حلو. والله العظيم. ترى طحت قبل شوي ورجعت في نفس مكاني. ما ادري شلون. مكتلوس مكتلوس. هذا ايزي مره هذه، هذا لو طحت بيرجعك. نط على طول ما احتاج تنطل. اوكي. نطات نطات كذا. امشي سيده امشي سيده امشي سيده بس. خربان طيب. داري انه خربان امشي سيده ما عليك تنط اللي في اللي بعدها. مشكلة لا دحوم دائما ياخرنا. وش قلت شيء غلط يعني؟ ايوه ايوه ايوه. خلاص سيده ما تسمع الا صوت هو. اوكي في رفت تعال. ممتاز. ما ضغطت السات صح؟ لا. هو الرفتات لا نهائية. ما لا نهائية وما بعدها. حلو استهلنا عليك فيه. حلو 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 وحش ولا شيء. افتاك. اذا ضغطت اس اطيح واذا ما. تعال عندي وانا بسحب كل رفت. لا لا صح اتوقع الرفت لازم من هنا. طيب اعطيك رفت وتجي عندي. لا ما عنديك صح. انقز انقز على الاخير. او مو بالاخير والله. بس اخيرا. تعال. اوكي. على طول. اتوقع خلص الماب. رمضان كريم. اوكي رمضان كريم دي جي. كم والله ليت. اوه اوكي اوكي ما عرفت. شفت تفك الجلايدر هنا مكتوب رمضان كريم. يا ساتر حلوه والله. ما بسيط. اوه فيها رفت ولا تهيألي؟ لا ما فيها سحور. اللي وصلنا للسحور.
اوه طريق للسحور توني انتبه. والله شوف الله والله تصميم صح انه شلون اشرح لكم مفتوح على بعض وقصير وذا بس والله يجي والله يجي صراحه. فعموما بس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله مقطع يعجبكم ليت ولا تنسون زر اللايك مثل ما قلت لكم لا تنسون تحطون كود شوب ياسل تكتبون تم تحت ومع حسابكم انستغرام لازم تكونوا متابعين في انستغرام في سلوم وبختار واحد يفوز ب $10 بس انا ادحهم بالدسكربشن كود ما في الدسكربشن اللي يبغى يلعبه. شكرا على الدعم شكرا على كل شيء اشوفكم على خير.